موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. المستهل بحوادث المرور التي لا تزال تحصد المزيد من الأرواح، حيث لقي صباح اليوم 4 أشخاص حتفهم في حادث اصطدام بين سيارتين على المستوى طريق الوطني رقم 5 ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلا. وإثر وقوع الحادث تدخلت عناصر الحماية المدنية للقيام بالإجراءات اللازمة لنقل المتوفين. تشيع اليوم جنازة الفقيد المجاهد المداني حواس المدعو سي عبد اللطيف بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، الذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 89 عاما. الفقيد من مواليد 1934 بتبسة، خريج معهد ابن باديس بقسنطينة، تابع دراسته بجامعة الزيتونة بتونس قبل أن يواصل مساره العلمي بالقاهرة بكلية الآداب، والتحق بعدها بصفوف الثورة التحريرية حيث عمل بإذاعة الثورة رفقة الراحل عصام سعودي. وبعد الاستقلال تدرج المجاهد الراحل في عدة مناصب في قطاع الإعلام والاتصال، منها مديرا بالتلفزيون، كما شغل منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وكان كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق العدر بيغا ووزير الاتصال محمد بوسليماني قد تنقلا قبل أيام إلى منزل المجاهد الراحل للإطمئنان على وضعه الصحي. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا وفي الصحراء الغربية، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو سيدي محمد عمار، أن الطرف الصحراوي يبقى متمسكا وبقوة بموقفه الذي زكاه ودعمه المؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهو خيار الكفاح المسلح دون استثناء كل الوسائل المشروعة لطرد الاحتلال المغربي. هذا وجددت أمس أنغولا تمسكها بنصرة كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال، داعية إلى إيجاد حل سلمي ودائم يمكنه من حقه في تقرير المصير. فيما انتقد تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين المغرب بسبب معاملته التمييزية ضد العمال المهاجرين، مثل الاعتقالات والترحيل وائتلاف الممتلكات الخاصة والغذاء. في تطورات الوضع بفرنسا، تظاهر الآلاف مساء أمس في عدة مدن فرنسية بمجرد الإعلان عن مصادقة المجلس الدستوري على أهم ما جاء في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، حيث قمعت الشرطة الفرنسية المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع، فيما عبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عن استيائها من المصادقة، حيث دعا ائتلاف النقابات الفرنسية بيوم جديد من تعبئة استثنائي في الفاتح ماي المصادف لعيد العمال. هذا ونشر مرسوم الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما في الجريدة الرسمية إثر تفعيله من قبل الرئيس الفرنسي. أخيرا وفي الرياضة، يواجه اليوم المنتخب الجزائري لكرة القدم لفئة أقل من 17 سنة نظيره من بوركينا فاسو ابتداء من الساعة 10 مساء بالمركز الفني لسيدي موسى بالعاصمة، وهذا على هامش التربص التحضيري الذي يجري حاليا تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم 2023 بالجزائر المقررة من 29 أفريل إلى غاية 19 من الشهر ماي القادم، فحظ موفق للخضر في هذه الاستعدادات للمنافسة القارية. بهذا نختم الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.